هلو جايز، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير المغربية. أول شي حنسلق الدجاج، بدنا كليان دجاج ورشة ملح، ننطرهم حتى يغلو، وبعد ما يغلو نحن بدنا نحط بصلة ومعلقة كبيرة كراوية، واحدة قرفة، 4 ورق غار، و4 حبات هيل. هلا حنحط الدجاج مع مي وننطرهم حتى يغلو، أكيد منحط رشة ملح كمان. بطنجرة تانية حنحط كيلو مغربية، 3 كبايات حمص، ملح، 7 بهارات أو فلفل، 2 ملاعق كراوية، 3 بصلات، 2 معلقة سمنة، و1/4 كباية زيت نباتي. بمي عم تغلي حنحط المغربية وحنحركها شوي، وبعدين حننطرها لحتى تغلي مع المي. مثل ما شايفين بالفيديو هيك بتكون المغربية جاهزة، وهلأ صار لازم نصفيها. بنصفي المغربية منيح وبنحطها على جنب لحتى نشوف شو صار بالدجاجات. وهلأ بنستخدم حيلا معلقة حتى نشيل الزفرة من عوج مرقة الدجاج. مثل ما شايفين بالفيديو بعد ما شلنا كل الزفرة حنحط البصلة، منضيف القرفة، منضيف ورق الغار، منضيف حب الهيل ونخلط شوي. بعدين نزيد الكراوية وكمان نرجع منحرك. وبعدين بنخليهم على النار لحتى يستوي الدجاج. بطنجرة ثانية حنحط السمنة، بنضيف الزيت، وبعدين بدنا نضيف المغربية اللي صفيناها. بعد ما نضيف المغربية بنحركهم شوي. بنضيف الملح، الكراوية، البصل، وبعدين بنضيف كاستين من مرقة الدجاج اللي نحن عملناها. بنحرك منيح، وبعدين بنزيد الفلفل أو 7 بهارات. بنرجع بنحرك مرة تانية وبنخليهم على النار شوي قبل ما نزيد الحمص. بنزيد الحمص وبنخلطهم منيح. أكيد الحمص لازم يكون مطبوخ قبل، نحنا هون سالقين وهلأ حطيناه. بنزيد بعد كاستين من مرقة الدجاج، منخليهم شوي على النار، وبعد 5 دقايق بنرجع كمان بنزيد بعد كاستين من مرقة الدجاج. بنحرك منيح ومنخليهم تقريبا لنص ساعة لحتى نتأكد انه استووا منيح.
وهيك بيكونوا استوت المغربية، وأكيد كمان الدجاج بيكون استوى. وهلأ صار وقت التقديم، أكيد كل واحد بيحط حسب ذوقه. فينا نحط المغربية وفوق أفخاذ الدجاج مثل ما هني. نحنا هون شقفناهن للدجاجات عشان يكونوا أسهل للأكل، ومنحط من البصلات المسلوقين اللي عملناهن، وآخر شي فينا نرش رشة فلفل على الوجه. وآخر شي في عالم بحبوا ياكلوها مع مرقة الدجاج، وفي عالم كمان بحبوا يحطوها مع لبن، وأكيد ما ننسى الكبيس أو المخلل. وهيك بتكون خلصت أكلتنا لليوم. ما تنسوا إذا عجبكم هيدا الفيديو تحطوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم بالفيديو الجاي. باي.